تسويق لا، الرول نتاعي كان استشاري. طلبني مدير الكرة في النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ اسألني على القيمة الفنية بتاع الملاعبية. أكيد ما نجم نقول كان إنهم ملاعبية كبار ومن أحسن ما أحسن ما فما في الساحة في تونس، هذا هو واقع واقع. باقي كما قلت، أنا عندكم الملاعبية الاثنين تنجم تسألهم، جونيور ما عندي بيه حتى كونتاكت نتفرج فيه، كان في التلفزة ولا في الملعب. علي معلول كابتن نادي الساقسي بيان سير عندي ليه علاقة، ما تجيش تسألوه. مشي نهار طلبته ولا قلت له امشي للنادي الأهلي ولا ما تمشيش. دونك علاقتي بهم كبيرة، علاقتي سيرتو بعلي معلول كبيرة، ماهيش نتاع امشي ولا ما تمشيش. عنده لاجون نتاعو اللي هو يتكلم باسمه كيف كيف، جونيور عنده وكيل أعمال يتكلم باسمه، وأنا الرول نتاعي وقف غادي. يعني الرول نتاعي وقف غادي. الناس أولت الكلام، وناس محبة قبة، وناس عملت صفحات باش تتكلم في اسمي. هذه نعرف انا حملة ضدي انا، ونعرف حتى شكون يمول فيها، ونعرف شكون الناس اللي تحب تشوه انيس بوجلبان، لانه انيس بوجلبان ما له لزمه، يعرفوه الفرقة كاملة تعرفوه، ونعرفوا النظافة نتاعو، يعرفوا لي انا مش معناها نعرف الفضل يرجع للنادي الشخصي، لكن انا اعطيت ولعبت وعديت اكثر من 15 سنة من حياتي في جمعيتي. نجم تسألو سي سلاح قعدت زوج مواسم وما خديت حتى فرانك، كيف نجم تسألو منتخب السلامي خدمت معاه كمدير رياضي بلا حتى فرانك، ودخلنا الاجتماع وقال لي قداش، قلت له ما قداش تاخذ سالير، قلت له لا ما ناخذش. هذا الكل ما نتصورش انه واحد يحب ديما يعطي لجمعيته ويجي اليوم ويولي يعمل في حوايج مانيش عارف. اللي ناس معروفين شكون في تعمل حوايج هذوما، ثم اللي خارج نادي، ثم حتى داخل النادي اللي ما نعرف انا. كان حاب نقول لك شكون مول الحمله هذه، نجم نعطيك ناس موجوده، ناس جات لنادي الصفاقسي ما عندها شيء اليوم بارك الله بشركاتها. اليوم مشاكل النادي كي نعاود نرجع نقول ماهيش في انيس بوجلبان ولا في علي معلول يقعد ولا يمشي، ولا جونيور يقعد ولا يمشي. مشاكل السيسيس اكبر برشا من هكا. الناس الكل تعرف هذه تغييب اعلامي، هذوما الناس يحبوا يوجهوا يعطيوك حكاية تحكي فيها ويخليوك تبعد عن المشاكل الحقيقية للنادي.